إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، نلتقي مع هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل محمد مصطفى يحيى. الحمد لله الذي أنشأ الكون وما حواه، وخلق آدم بيده وسواه، وأمره كما شاء ونهاه، وطرد إبليس وكانت السماء مأواه، وجعل في قصته نذيرا لمن خالف الله وعصاه. الحمد لله الذي ألان الحديد لداود كما تمناه، وأخذ موسى من أمه طفلا ورعاه، فساقه إلى حجر عدوه فرباه. الحمد لله الذي اختار سيدنا محمدا على الكل واصطفاه، وقربه إليه وأدناه، وأوحى إليه من سره ما أوحاه. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل بيت النبي الأكرمين، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من القيم الإيمانية التي يجب على كل مسلم أن يحرص عليها قيمة التعلم، لذلك الله عز وجل أمر نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم فقال: وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لذلك الأمم القوية تبني حضارتها بالعلم والمال. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا. أخي المؤمن، إذا كانت نفسك حزينة فسلها بالقرآن، وإذا كانت ضعيفة فقوها بالقرآن، وإذا كانت قوية فثبتها بالقرآن، وإذا كانت مريضة فداوها بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هيا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد مع هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الشيطان ليحزن الذين
الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جعلنا منهم يا رب، جعلنا منهم جميعا يا رب. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين
بيني وبينك حرمة القرآن، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لمعالم الإيمان، فاشرح به صدري لمعرفة الهدى واحفظ به قلبي من الشيطان. سمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الكلمة عنوان حياة، بالكلمة يعبد الإنسان ربه، وبكلمة يتزوج الإنسان، وبكلمة يبيع ويشتري، بكلمة يصلح ويفسد، بكلمة يبني ويهدم. أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان الكلمة وخطورتها يحدثنا فضيلة الدكتور عبد الله محمد عزب عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي احتجب عن الأبصار فلا عين تراه، ثم تاب على آدم واجتباه، وعثى أيوب من بلواه، ورد ليعقوب يوسف وأخاه، وجعل سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا فسير الكون معه فهداه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة الحبيب سيدنا رسول الله في أعلى الجنان. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الوجود محمد، الحبيب المحبوب محمد، منارة الهداية وسبيل الولاية، الذي سبح الحصى في كفيه، والذي تفجر الماء من بين يديه، والذي أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه. حب النبي على الأنام فريضة، لا تنس ذكر الهاشمي الأكرم. إن الصلاة على الحبيب محمد فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على الهادي الشفيع فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلاة وسلاما متلازمين يليقان بمقام أمير الأنبياء. أما بعد، أيها السادة الأكارم، فإن الكلمة من الأهمية بمكان، حياتنا كلها تقوم عليها، بالكلمة نحيا، وبكلمة نلقى الله سبحانه، وبكلمة نبعث بين يدي الله جل وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الكلمة والتي هي عنوان حديثنا اليوم يذكرنا ربنا جل وعلا بها في القرآن الكريم وبأهميتها، ويبين أن الإنسان لابد وأن يدرك هذا الأمر وأن يعرفه، وأن الكلمة
حين يتلفظها الإنسان فإنها تدون وتسجل عليه، حتى إذا قال كلاما من مباح الكلام الذي نتكلمه صباح مساء فإنه يدون عليه. فإذا قال أكلت أو شربت أو ذهبت أو رجعت أو قلت أو نمت وما شابه ذلك، فكل ذلك كلام مؤخذ به. والحق أقول لحضراتكم، يكفينا في هذا الأمر أن الله يذكرنا في فواتح سورة قاف حين يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذا فإن الكلمة لا بد وأن تكون من الكلام الحسن الجميل. يبين لنا ذلك سيدنا ومولانا رسول الله: الكلمة الطيبة صدقة. ولذا يخبرنا صلوات الله وسلامه على حضرته إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعها الله بها أعلى الجنان، فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والكلام منه ما هو حسن ومنه ما هو غير ذلك. فالكلام الحسن أمرنا به في القرآن الكريم في أكثر من آية. اسمعوا إلى قول ربنا بعد أن تذكروا الله وهو يحدثنا في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. وهو يخاطب سيدنا ومولانا صلى الله على حضرته: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وفي القرآن الكريم يأمر الحق تبارك وتعالى ألا نتقول إلا الحسن من القول حتى مع أقرب الأقربين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفي آية المائدة المباركة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم لا بد وأن يحسن وأن يعدل، حتى وإن كان العدل على ذاته ونفسه فإنه يقيمه حتى ولو كان على نفسه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا كان الأمر كذلك فالشارع الحكيم يأمرنا ألا نتقول إلا الحسن من القول في شأن الوالدين. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في فواتح الإسراء الشريفة المباركة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولذا فإن الحق جلت حكمته يضرب لنا الأمثلة لأن المثال به يتضح المقال. قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أرأيت هذا المثل أيها الموحد أيها الذاكر؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ وكأن الحق يشير إلينا بأن الآلة التي تستطيع أن تتكلم هذا الكلام الذي يغضب الرب الجليل هي نفس الآلة ذاتها التي تتكلم الكلام الطيب. ولما نتكلم الكلام الخبيث وهذا اللسان نستطيع أن نمرنه على الكلام الحسن؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولذا تسابق أصحاب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يتكلموا إلا الكلام الذي يرضي الرب الجليل سبحانه وتعالى.
هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج يوما لأداء العمرة في أحد الأعوام، فيذهب للقاء سيدنا صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، قد انتويت للذهاب إلى العمرة المباركة، أو ما تأمرنا؟ فقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: لا تنتنى يا أخي من صالح دعائك. قال سيدنا الفاروق رضي الله عنه: هذه كلمة سمعتها من سيدنا رسول الله، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. هو يعلمنا أنه صلى الله على حضرته وسلم يضرب أروع الأمثلة في أنه لا يتكلم إلا الطيب من الكلام. وفي هذا يقول سيدنا أنس بن مالك كما في الصحيح: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفاحشا، وإنما كان أطيب الناس صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. هكذا يعلمنا أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلمة أمانة عظمى ومنة كبرى من الله العظيم الجليل سبحانه وتعالى، وأن الكلام لا بد وأن نحسنه كما قال الله سبحانه وتعالى. قال: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالله نسأل في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة أن يوفقنا لطاعته ومحبته واتباع سنة الحبيب المصطفى سيدنا محمد، وألا نتقول إلا ما يرضيه، وألا نعمل إلا ما فيه صلاحنا ومآلنا، إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شكر الله حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور عبد الله محمد عزب، حيث نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه، وكان عمر بن الخطاب يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء. وأوصى حكيم ابنه يوما فقال: يا بني، ذقت الطيبات كلها، فما وجدت أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها، فما وجدت أمر من الحاجة إلى الناس، وحملت الصخور على كتفي، فما وجدت أثقل من الدين. يا بني، عليك بالدعاء فإنه يفرج كل هم. إذا رأيت الهم يحشد جيشه، ورأيت أنك بين أهلك مغترب، فانسب جبال الهم منك بدعوة، واقذف بسهم الصبر كل مصيبة، والجأ لرب العرش واسجد واقترب. هيا بنا أيها الأحبة الأكارم نرفع وقف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. الله يشهد والملائكة تشهد أن الذي حاز الجمال محمد يا رب
يا رب صل على النبي، يا رب صل على النبي وارفع لنا الدرجات بذكر الحبيب، بذكر الطبيب الطيب تتنزل الرحمات. يا سيدي شرفا لقلبي سيدي أن كنت فينا هاديا بردا الذي بذكره في المسجد. يا سيدي شرفا لقلبي سيدي أن كنت فينا هاديا بردا الذي صلوا عليه وسلموا بمحبة إن الصلاة رواح نفس محمد أنهام قلبي في حروف محمد والقلب بات بذكره في المسجد. الميم منه منارة في عالمي والحاء حب للحبيب محمد. الميم منه منارة في عالمي والحاء حب للحبيب محمد. والميم مفتاح الجنان بذكره والدال درب النور عند الموعد. صلوا على طه الحبيب محمد. شرفت بمحمد عرفت، يا أمة شرفت
بمحمد عرف. هذا نبيكم وهذا رسول الله، الله كرمه بالنصر أيده على الكون سيده، فهو حبيب الله. كي تنصروا طه فليعلو صوتكم إلا رسول الله، فهو السلام وهو الإمام وهو الكمال ومنتهى، إلا رسول الله. من أجله غضب الإله، من أجله بكت السماء. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. صلى عليه صلى القمر بذات شق طه سلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيد الأبرار، حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري. يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري. سحب من الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدايح النبوية الذي قدمه فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها من هذه الساحة العامرة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. في الختام، هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.